عدد مشاركين كان في هذا العام 182 مشارك. طبعا أعطينا الآن شهادات تقدير للثمانية الأوائل وجوائز للثلاثة الأوائل، كانوا على التوالي الثالث من الرياضيات والأول من الرياضيات الثالث طبيات والثاني معلوماتية والأول من قسم الرياضيات. لذلك هذا اندل فإنما يدل على حب هؤلاء الطلاب، مو بس إنه اختصاصه لأنه رياضيات، لا، طبيات أيضا الآن يفوز ويحصل على مراتب متقدمة في هذه المسابقة. لذلك نحن حريصين كل الحرص في رئاسة الجامعة وقيادة فرع الجامعة للحزب على صقل هذه الخبرات وأعطائهم كل الإمكانات من أجل تطوير هذه المسابقة والرقي بها إلى أعلى ما يمكن من أجل المشاركة بهؤلاء الطلاب على المستوى الدولي والإقليمي. فيني أقول باختصار شديد جدا على صوابية عمل هيئة التميز والإبداع من خلال الأولمبياد العلمي السوري، كما شاهدنا وشاهدتم قبل قليل مجموعة كبيرة من الطلاب الذين تم تكريمهم قبل قليل، هم بالأساس طلاب في الأولمبياد العلمي السوري في مراحل مختلفة، وبعضهم حصلوا على جوائز على المستوى العالمي وعلى المستوى الوطني. هذا إذا دل فهو يدل على صوابية العمل وبناء القدرات لهؤلاء الشباب والشابات بشكل جيد، وأن وطننا الغالي يتابع بناء قدرات هؤلاء الشباب ليس فقط في المرحلة ما قبل الجامعية، أيضا في المرحلة الجامعية. وأعتقد أن القانون رقم 11 لعام 2016 هو خير مثال على تقديم كافة أوجه الدعم لهؤلاء الشباب ورعايتهم ورعاية تميزهم حتى نقدر نحصل على خبرات عالية المستوى متقدمة تساهم في إعادة إعمار وبناء الوطن.